السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله اكلمكم عن منتجات ايفا اللي انا حبيتها ودايما بستخدمها. طبعا ايفا دي شركة مصرية، منتجاتهم جودتها عالية جدا، قليل الحاجات اللي انا ما حبيتهاش في منتجاتهم. هقول لكم على كل حاجة انا حبيتها والحاجتين او يمكن حاجة انا ما حبيتهاش بس في منتجات ايفا. الغسولات دي من اجمل انواع الغسولات اللي انا حبيتها، يعني اجمل بنفسه الحاجات الاجنبية، حلوين جدا. اللي هو ببروتينات الحليب ده، اللي هو الازرق ده، ده غسول ومزيل للمكياج. اهو سعره 30 جنيه يمكن او اقل، مش فاكره دلوقتي سعره كام، انا ما بفتكرش الاسعار قوي. ده برضو ده سكراب وللبشره، هو غسول مقشر للوجه بالعسل اللي هو ده. طبعا ده مشهور جدا، انا كلمتكم كتير عن الحاجات دي قبل كده. ده غسول مقشر للبشره خالي من الصابون وبالعسل، بس تحفة، جميل جدا، ما بيعملش حساسية وبينعم الوش جدا. والغسول بتاع ايفا الازرق ده اللي هو بروتينات الحليب برضو، ده في منتهى الجمال وبينعم برضو الوش كده بعد ما بتغسلي وشك، بيشيل المكياج برضو كويس جدا، حلو قوي. بصوا انا من كتر ما انا حبيت غسولات ايفا دي جبت كمان منه بتاع البشرة الدهنية، مع ان انا بشرتي جافة بس انا حبيت يعني اشوف هيعمل ايه. طبعا انا جربته كده مرتين وبعدين كملت بيه بقى كشاور جيل، لان هو جاف في بشرتي شوية، فهيكون مناسب جدا للبشرة الدهنية اللي هو اللي بالخيار ده، وبرده بينظف الوش حلو قوي. الغسولات بتاعت ايفا الازرق والاخضر والبنفسجي، البنفسجي بس هو اللي ما عجبنيش، رغم ان هو بالجليسرين وللبشرة الجافة بس ما ناسبنيش خالص، كل ما اغسل بيه وشي يطلع لي حبات وبشرتي جافة. يعني المفروض كنت ارتاح مع الغسول اللي بالجليسرين، هو ده الحاجة الوحيدة اللي ما حبيتهاش في غسولات ايفا. ارتحت جدا مع الازرق ده، ده للبشرة العادية، ده حلو قوي وريحته تحفة، وده مناسب للبشرة الدهنية، هتحبيه جدا لانه هو بينظف وبيخلي البشرة كده يعني بينشفها شوية، فهيكون مناسب. طبعا هو اصلا للبشرة الدهنية مش للبشرة الجافة، بس انا حبيت اجربه. يعني اللي بالعسل ده تحفة، يعني ده استخدميه مرتين اسبوعية. الصابونة بقى بتاعت ايفا جليسرين انا دلوقتي بستخدمها تقريبا بدل الغسولات، يعني انا بقيت ارتاح فيها اكتر، يعني قليل لما استخدم مرة غسول والتلات اربع مرات الصابونة. انا بحب الصابونة دي جدا وكانت اكتشاف بالنسبة لي، لان هي ما بتعملش حساسية خالص، بتنظف البشرة حلوة قوي، واهم حاجة بتحافظ على ترطيب البشرة. يعني مش صابونة بقى هتنشف وشك، لا، صابونة ايفا جليسرين دي من اجمل انواع الصابون اللي ممكن تستخدميه لبشرتك لو جافة او بشرة حتى لو دهنية، هي لكل انواع البشرة، حلوة جدا وناعمة قوي على البشرة، وبتنظف البشرة حلو وبتنعم البشرة، يعني بعد فترة كده بتلاقي بشرتك فعلا ناعمة. من ناحية تفتيح او مش تفتيح، لا هي ما بتفتحش، لكن بتنعم البشرة وبتنظفها حلوة قوي قوي. اهو بتحتاجي بعدها ترطيب عادي، اللي هو الترطيب العادي اللي هو بعد الغسول احنا بنرطب بشرتنا كده كده، فلازم بترطبي بعد الصابونه برضو باي مرطب انت تحبيه. الصابونه دي من اجمل الحاجات اللي انا جربتها، بتاعت ايفا جليسرين ب 35 جنيه سعرها، وبتقعد كتير جدا، هي لسه عندي اصلا ما خلصتش. غسول ده مزيل مكياج بتاع ايفا، ده ميه وزيت بترجيه كده الاول وبعد كده بتمسحي بالمكياج. الغسول ده رائع جدا، مزيل مكياج ده رائع جدا، بتحطيه على قطنه وبتمسحي بيه مكياجك او مكياج العين او اي مكياج ووتر بروف، بيمسح لك المكياج بمنتهى السهوله، يعني بتحتاجي قطنه الناحيه دي وقطنه الناحيه دي، وشك بينضف تماما. بس بعد بتعمليه بالغسول ده، بس طبعا بترجيه الاول اللي هو ده، بعد ما بتمسحي وشك بالغسول ده كويس بالقطنة كده وتنظفي وشك كويس، نقطة غسول عادي واغسلي وشك برضو، ما تسيبيش ده على وشك، يعني غلط، لازم برضو بنقطة غسول او بصابونة الجليسرين تغسلي وشك بعده للاحتياط، بس عشان وشك يبقى شالي اثار من مزيل المكياج ده بتاع ايفا. مزيل المكياج ده رائع، من اجمل الحاجات اللي انا جربتها بتاع ايفا، ده ايفا كولاجين، بس ترجيه الاول. التونر بتاع ايفا كولاجين ده من مفضلاتي جدا، بحبه جدا التونر ده. التونر مهمته ان هو بيقبض المسام، بينعم البشره، بيخلي شكل بشرتك حلو، ومهم جدا بعد ما بتكوني غاسله وشك بتحطي بقى تونر يقفل لك المسام وينعم شكل وشك. لكن انت ما تستخدميش التونر لتنظيف بشرتك، التونر مش معمول لكده، التونر معمول ان هو يقبض المسام وفي نفس الوقت ينعم ملمس بشرتك ويخلي شكل بشرتك شكلها بيبقى حلو.
التونر ده جميل جدا بتاع ايفا، فهو مش غسول، التونر مش غسول لشكل بشره ناعم وجميل كده، لكن الغسول ده حاجه تانية بنغسل بيه وشنا. التونر ده جميل جدا جدا بتاع ايفا كولاجين، لو بشرتك دهنيه قوي ممكن ما تحبيهوش، لكن لو بشرتك عاديه او بشرتك جافه او هتحبي جدا التونر ده. بترجيه، انا اي حاجه سائله كده بحب ارجها قبل ما استخدمها، باخد منه نقطه على ايدي وبدعكه في ايدي واحط كده على وشي طبطبه. مهم جدا بعد الغسول بستخدم التونر، بيلزق شويه بس بعد شويه احساس التلزيق ده بيروح، رائع، من اجمل الحاجات اللي بحبها في ايفا التونر بتاعهم ايفا كولاجين. التونر ده نسيت اوريه لكم، ده غسول ايفا بي وايت. الغسول ده حلو برضو بس التانيين احلى، اللي هو الازرق والتاني اللي هو الغسول ومزيل المكياج احلى منه، بس ده برضو حلو وسعره برضو اقل من 30 جنيه، فيعتبر اقتصادي وحلو جدا برضو. جولي ايفا دي البودره بتاع تشقير شعر الوجه والجسم، انا بحبها جدا. ممكن تستخدميها لتشقير حواجب، لو عايزه تشقري حواجبك، لو عايزه تعملي هايلايت في شعرك برضو بتكون حلوه، لان هي بتبقى خفيفه على الشعر، ما بتبقاش قويه او ما بتحرقش الشعر، فمناسبه برضو ان انت ممكن تعملي بيها هايلايت كده. لو عايزه تعملي هايلايت في شعرك فممكن تستخدمي جولي ايفا دي. ايفا سموكرز طبعا ده بحبه جدا، من منتجات ايفا بتقطعش من عندي برضو، حلو جدا. ايفا سموكرز ده بينافس المنتجات الغاليه، معجون الاسنان الغالي مثلا زي سنسوداين او زي الحاجات الغاليه، هو بينافسه لان هو زيه بالظبط، بيعمل نفس المفعول، بيبيض السنان وما بيأذيش مينا الاسنان، بشرط ما تستخدميهوش يوميا. اي حاجه ببيض الاسنان ما بنستخدمهاش يوميا، بنستخدمها مرتين كحد اقصى في الاسبوع. ايفا سموكرز ده من الحاجات الرائعه في منتجات ايفا اللي انا بحبها وما بتقطعش من عندي ابدا. طبعا جبت كل الروائح بتاعته الباودر دي، سعرها 20 جنيه تقريبا. اسعار ايفا اجمل حاجه فيها ان اسعارها حلوه، يعني ما بيغلاش قوي، حتى لما بتغلى بتغلى 2 جنيه كده، ما بتغلاش قوي. الكريمات دي بقى من مفضلاتي جدا، كريم المفروض ان هو ده كريم اللي هو بيدي نضاره كده فوريه، انا حبيت جدا الكريم النهاري ده، الكريم ده بيدي برده نضاره فوريه وجميل جدا، الصبح بتستخدميه جميل جدا، بس طبعا هو يعني هو لا مش كفايه، ما يغنيكيش عن واقي الشمس، لكن هو يعني هتستخدميه لازم تستخدمي واقي شمس برضو. لكن انا بتكلم في ده ان مثلا لو انت في البيت لو خارجه الصبح ممكن تستخدميه، حلو جدا بيدي برضو نضاره، بس انا حبيت اكتر اللي هو ده حسيت كده ان هو بتوزيعه اسهل ومناسب اكتر مع بشرتي عشان بشرتي جافه، اللي هو ايفا بي وايت، بس الانبوبه اللي عامله كده دي، ده زيه بس ده الكريم اللي هو هنا كده اللي هو من جوه بيبقى كريم تقيل شويه، فانا حبيت اكتر الخفيف ده لان هو حسيت ان هو مناسب اكتر مع بشرتي الجافه. لكن ده من اجمل برضو الكريمات اللي بتخلي شكل البشره حلو جدا. اما الاخضر ده الاخضر ده جميل جدا في ان هو انت لما بتحطيه بيبقى تقريبا بديل للفاونديشن، لان هو بيديلك طبقه كده خفيفه، طبقه بيضه كده خفيفه على البشره، تديلك زي نضاره كانك حطيتي طبقه بودره او كانك حطيتي طبقه فاونديشن، مش هيغير، هو مبيغيرش خالص، لكن هو هيديلك طبقه النضاره اللي انت عايزاها، ولو حطيتي بقى عليه بعد كده تنت او روج او كده فكانك بتحطي مكياج وانت مش حاطه، انت حاطه مجرد كريم يعني. فالكريم الاخضر ده بالذات ايفا بي وايت الاخضر ده حلو جدا، بيدي نضاره فوريه. الكريمات دي بتفتح مع الوقت، ممكن تكون بتفتح حاجة بسيطة كده مع الوقت، لكن ما بفتحش بشكل ملحوظ، هو كريم وقتي يعني، لو انت بقى كل يوم بتستخدميه وكده ممكن يفتح معاكي بسيط يعني، لكن هو بيفتح بشكل وقتي، هتغسليه خلاص بيروح التأثير ده. فانا بستخدمه كبديل للفاونديشن في البيت مثلا، لو الصبح برضو بيبقى حلو جدا لانه بيدي شكل كده ناضر للبشرة وفي نفس الوقت بينور البشرة. مشكلتي مع ايفا بي وايت الاخضر بالذات، الموف ده مفيش مشكله معاه، مشكلتي مع الاخضر ما بلاقيهوش بسهوله، يعني دايما الاقي المنتجات التانية الموف لكن ما بلاقيش الاخضر ده بسهوله، دايما بيكون خلصان. ده سكراب للجسم حبيته جدا من ايفا بي وايت، ده بالمشمش حلو قوي قوي للجسم والايدين من هنا، جميل بينظف وينعم البشره جدا، حبيته جدا برضه. ده ايفا بي وايت اللي هو بالمشمش جميل وبيقعد كتير، ده هو لسه فيه رغم ان انا استخدمت منه كتير جدا، بس حلو قوي حبيته قوي سكراب الجسم. ده كريم العين، كريم العين بجزيئات الذهب، كريم العين بجزيئات الذهب ده من اجمل منتجات ايفا
هم عندهم كذا يعني كذا مجموعه، مجموعه ايفا كولاجين، مجموعه ايفا بجزيئات الذهب. ايفا بجزيئات الذهب العين ده تحفه، جميل جدا. هو بيستخدم بالليل قبل النوم، هو تقيل قوي، فانت ممكن لما تحطيه تلاحظي ان هو كلكع، وان بشرتك ان تحت حوالين عينيكي ما امتصوش بسهوله. ده مش مشكله فيه، ده عادي، ده كريم ليلي نامي بيه كده، والصبح هتغسليه هتلاقي بقى حوالين عينيكي بينعم جدا حوالين العين ويفلتروا، بتحسي كده ان حوالين عينيكي ناعم قوي، ولو في خطوط بسيطه كده بتحسي ان هي اتفردت، وان حوالين عينيكي عموما مفرود جدا. طبعا انا بتكلم على الخطوط البسيطه، مش الخطوط مثلا تجاعيد عميقه ومحفوره، مش ممكن يكون ضعيف معاها، لكن انا بكلمك على النضاره حوالين العينين، خط بسيط هتلاقيه اتفرد، نعومه حوالين العينين ما بستغناش عنه. الكريم ده من اجمل الكريمات، سعره 150 جنيه، 145، يفرق بقى 5 جنيه من محل للتاني كده. هو مجرد كريم ليلي، تصحي الصبح تلاقيه حوالين عينيكي حلو وناعم ومتفلتر كده ورايق. بيأثر على الهالات، بيقلل الهالات، بيزود الهالات، ما في ملوش علاقه انه بيقلل الهالات، ليه علاقه بالجلد بس، ان هو بينعم شكل الجلد حوالين العين، وبيخلي وبيضيع الانتفاخات كمان. يعني الصبح بتلاقي حوالين عينيكي مرتاح ومفيش انتفاخات وناعم جدا، ودي اهم حاجه عندي في منطقه حوالين العين دي، فانا بحبه قوي ودايما بجيبه. كمان بحب قوي ايفا، برضو ده بقى المنتج بتاع ايفا كولاجين لمنتجات حوالين العين، ده بحبه بس في الترطيب، ده ما بينعمش ولا بيقلل، لو في خط ينعمه لا ما بيعملش كده. هو وايفا اللي باللؤلؤ ده كريمات عين برضو، بس بجيبها ليه مادام انا بقول ما بيعملش حاجه؟ هو بيرطب بس، فانا بجيبه للترطيب الصبح، بستخدمه بعد غسول بشرتي، ترطيب مهم قوي. الكلام ده بيقلل معاكي ان بشرتك يبقى شكلها مجهد، ان يحصل لك تجاعيد مبكره، او حتى يحصل لك خطوط، اي حاجه يعني يحصل لك اي، مش حتى لو سن كبير هتلاقي التجاعيد، بس هتلاقيها بشكل قليل، مش هتبقى قويه مع الترطيب ومع العنايه بمنطقه حوالين العين بالذات. الكريم ده حلو قوي قوي للترطيب، لكن زي ما قلت لك مش هينعم خطوط، مش هينعم حوالين عينيكي، مش هيقلل انتفاخات، ما لاحظتش معايا كده، لاحظت معايا بس ترطيب فائق حلو قوي قوي، خصوصا قبل الكونسيلر. قبل الكونسيلر حطيه واستني 30 ثانيه كده قبل الكونسيلر، وشوف هيثبت معاكي طول اليوم من غير ما يخطط، بس طبعا مع الدمج كويس للكونسيلر مش هيخطط ومش هينشف، وهيبقى شكله حلو قوي. ايفا كولاجين او ايفا باللؤلؤ، بس انا انصحك بايفا كولاجين اللي فوق ده البينك ده لترطيب اقوى. ايفا باللؤلؤ برضو حلو، بيرطب تحت العين حلو، حوالين العينين حلو، بس مش قوي قوي زي ايفا كولاجين اللي هو العنايه الليليه. ده المفروض كولاجين كريم عين للعنايه الليليه، لكن انا ما انصحكيش بيه للعنايه الليليه، مش هيعمل لك حاجه، هيرطب لك بس حوالين عينيكي. للعنايه الليليه لو انت عايزه حوالين عينيكي يبقى الجلد ناعم، نفسه الجلد ناعم، مفيش خطوط، مفيش انتفاخات، مفيش مشاكل، ما عدا الهالات، ملوش علاقه بالهالات، ما بكلمش على الهالات، انا بكلمك على نضاره الجلد. هو ايفا بجزيئات الذهب، عايزه ترطيب بس يبقى ايفا كولاجين او ايفا باللؤلؤ، دول للترطيب بس، خصوصا قبل الكونسيلر. في كمان حاجه جربتها من ايفا اللي هو برده ملهاش علاقه، ما بيعملش اي حاجه في البشره غير ان هو برده بيرطب البشره جدا، اللي هو السيرم، برده انا حبيته لقبل المكياج. طب حاجه علاجيه السيرم ده؟ لا ما بيعملش حاجه، اللي هو سيرم برده ايفا بجزيئات الذهب ده. الازازه بس مش عندي، انا كان عندي العبوه بس الازازه مش عندي. بجيب الازازه اللي هي السيرم بجزيئات الذهب ايفا، بجيبها ليه مادام هي ما بتعملش حاجه؟ برضو عشان موضوع الترطيب. لكن السيرم ايفا بجزيئات الذهب بيعالج البشره، بيضيع خطوط، بيفرد، بيدي نضاره، ما لاحظتش معاه اي حاجه غير ان هو بيدي شكل حلو للمكياج، بيرطب البشره. ايفا بجزيئات الذهب السيرم عامل زي جل الصبار كده، بيرطب البشره وبتحس ان هو بيخلي شكل البشره حلو قبل المكياج، لكن كعلاجي لا، ما مش هو مش سيرم علاجي، هو سيرم تجميلي.